عنانة الكبيدات لحميشات يخليكم ليا نصيحة الغزالة بحال كبيداتي فين ما تجيبوا شي حاجة يلا شريتوها هذه ماشي جديدة مي أنا غير بغيت نمثل لكم يلا فاش كنجيبوها ديما كنشلوا الحوايج واخا كنجيبوهم جداد ضروري كيتشلوا علاش بعض المرات كتكون الغبرة بعض المرات داك المبالاج فين كان بعض المرات منين جا ستوك اكسيتيرا ضروري تنشلوهم عاد كنلبسوهم باش ما تسوق علينا لا الليرجي لا حتى شي حاجة في الجسم ديالنا ومن بعد فديك التشليله فاش كنشلوهم تناخذوا البارفان ديالنا اللي مولفين شوفوا تاتا شوكولا فيها بوبو حركني الفران بوبو والشرفه والعقوشه وبوبو دونك الكبيدات كنجيو من تحت البيطان وتنرشوا بحال هكا ياك وثاني هكا علاش كنرشوا هذيك الساعه من بعد حتى الا كنا عراقين ولا شي حاجه هذاك العرق ما تيشدش لينا وما كيطيحش حيت بعض المرات كتصب الحاجه ملي كنلبسوها غير بالنسبه مثلا فاش كناكلو الثومه ولا كناكلو البصله هذيك ريحه العرق دونك كاين شي توب كيشد واخا كتصبني ما كيبغيش يهين حاجه وحده منين تجيبوها وتكون فاسكه يلا صبتوها رشوها باش ديك الريحه صافي تشد فيها طول عمر ديك لابياس وهي شاده سابقه فيها ريحه الريحه ماشي ريحه العرق وحاجه عاديه نعرقو وندوشو ونغسلو داكشي ونظافه من الايمان ونتقبلوا الجسم ديالنا ونتقبلوا ما حدنا تنغسلو ما حدنا تنحكو الحمد لله الله ينقي ايمانكم وايمان الكبيدات من تقبلوا الجسم ديالنا عادي نعرقو ونعاودو نغسلو وندوشو ونتريحو وبالصحه والراحه الكبيدات وهذه غير نصيحه سهله اضافه الكبيدات ديالي حنونه.